احنا كطاقم فني وكناخب وطني احنا هذه المباريات هذو بلا شك نتعلموا كثير منها، خاصه المباريات لما تخسر تتعلم اكثر واكثر، وهذا مليح حتى اللاعبين المحليين، لان المنتخب السعودي ما تنساش يعني فاز امام منتخبنا كان متكون الا باللاعبين يلعبوا في البطوله الجزائريه وفاز بهدفين مقابل صفر. هذا المنتخب المحلي ممكن نعطي له اسم لو ريزيرفوار تاع الفريق، ما بقاش دائما نغير وتربص ونعطي فرصه لهكذا وهكذا وكذا، لا انتهى الامر. احنا عطينا فرصه لكل اللاعبين خاصه اللاعبين المحليين، الان اللاعبين اللي موجودين في اوروبا نعرفوهم وجاوا اكثر من مره للمنتخب الوطني الجزائري، تكلموا كثير على بولحيد، تكلموا كثير على حليش، تكلموا كثير على فغولي، وتكلموا كثير ايضا على الوناس وايضا فارس وانا نحترم هذه الامور ما فيش اي مشكله، ولكن ستكون المفاجاه ان شاء الله عن قريب ان شاء الله في الايام المقبله ان شاء الله للاعبين ينضمون الى الفريق الوطني ان شاء الله. حان الوقت الان لكي نبقى بمجموعه